الجيش عمل انتخابات صح؟ لما تلاقي ايه؟ قوة. لما تلاقي ضعف وبدأ يحس ان هو هيج الناس على الرئيس مرسي عمل ايه؟ ركب. هو هيركب. والذين يعتقدون وكان اعتقادهم خاطئ والحسن تراب دلوقتي من التيارات اللي تسمى معرفش ايه على ايه على ايه على جبهة الانقاذ على جبهة العفاريت على تمرد بياكلوا تبن دلوقتي صح؟ لان هو متصور ان قوة الثورة كانت ضده. قوة الثورة هي قوة وقوة الشارع هي قوة لكل من يريد تحقيق الديمقراطية. لا يوجد ديمقراطية بدون قوة. مين اللي يضمن النهاردة ها؟ الناس بتتقتل وتتدبح وتتشبح وتتقطع وتتمسخر وهو بينتج اللي هو عاوز ينتجه ولا حد يقدر يتكلم. على الاقل لما كان في اخوان ايام مبارك كان في قوه مش متساويه صحيح بس على الاقل هو كان حمد لله لما يحب يخش الانتخابات يروح للاخوان. لما كان راجل يحب يخش نقابه الصحفيين كان يروح للاخوان صح ولا لا؟ ولا انا يعني بجيب من عندي؟ ما كله كان بيعمل كده ان كان في قوه مناوئه للنظام. هذه القوة كانت بتساعد الشعب انه يتجرأ ويطلب حقه. والنهارده لا هو مسح هذه القوة. قوة الثورة مسحها، قوة الاخوان مسحها، قوة حتى المستقلين بين قوسين والليبراليين بين قوسين اكبر اتمسحوا. مش حد يقدر يفتح بقه النهارده. الاستاذ فهمي ويدي النهارده عامل مقابلة مع قناة مع جريدة الرأي العام. هي اتعملت في رمضان. بيقول فيها هذا عصر الاقزام. يعني لما فهمي ودي ما يكتبش ويجي واحد اسمه خالد منتصر يفوز باحسن كاتب. مش مين انت مين يا ابني؟ انت جاي منين داهيه؟ جاي من نفايات الهجوم القذر على الاسلام بس. ما فيش حاجه اكتر من انه ايه ميه زمزم مدوده ختان ما اعرفش ايه حمام ايه بطيخ ايه كلام فارغ. عشان كده الصراع مش هيحسم بطريقه عاديه ابدا لانه في الدول العاديه اللي فيها ديمقراطية مستقرة أو حتى ناشئة زي ما أنت شفت في تركيا. هل حسم الصراع بقوة ولا بلا قوة؟ بقوة، بقوة الشارع. الناس في الحزب المضاد للحزب الحاكم قدموا مرشح وزعموه، الشعب وقف معاه. مش إنه يجي صدق صبح اسمه ده هاني سامي عنان يخش انتخابات وهو عسكري زيه. ما تلاقيش حد في ظهره، أول ما بخ كله إيه؟ يجري. الرئيس مرسي يعاني من طغمة فاسدة ولاد حرام فعليا ولاد حرام ربطهم اللي انت شفته وسمعته. مايكل ايفنز بيقول لك محمد بن سلمان قال لي انا امي يهودية اللي مربياني مع احترام الديانة اليهودية طبعا لكن انت متخيل الدنيا عاملة ازاي. دول طبقة مجرمة لا يمكن انها تعمل ديمقراطية. زيك لما جم هنا يعملوا قال لك ايوه هتعيد الانتخابات هنعيد الانتخابات عادي ما يهمناش حاجة يعني في قوة قوة الشارع. لما حصل انقلاب مين اللي وقف ضد الانقلاب في تركيا؟ الليبراليين والعلمانيين قبل مين؟ قبل الاسلاميين. ليه؟ لان قوة الشارع. ما فيش حاجة اسمها عسكري يمد ايده هنا والناس بتقول لك ده بوظ الجيش وعراهم. لا 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 ده هو عمل الصح. الصح هو ايه؟ انك تحافظ على ديمقراطية البلد. طب احنا ما عندناش ديمقراطية، مين بقى السيسي ده قاعد بيتريق على خلق الله صح ولا لا؟ وعمال يعيب على الناس ويتريق. يعني بيقول لك شوف في الوقت اللي اردوغان بيقابل فيه المحافظ الجديد، اديك شفت الصوره من شويه، شوف السيسي بيعمل ايه في المحافظ بتاعه. بص عشان تعرف النموذج العسكري الوقح وقح بدرجه كبيره جدا. وفج طول ما بتسيبه ما بترقعلوش على فاه. اي ظابط بيعدي فوق ويبقى لواء ويخش الحياه السياسيه لن تدور على فاه قاعده. لانك لو ما اديتوش عز الدين فيشر بيقول لك ايه؟ بترجع ريما لعادتها القديمه. مش هو اللي قال لك لو الجيش دخل اسالوا عن مصر بعد 30 40 سنه؟ قال لك شرف العسكريه يحول بينا ان احنا نخش انتخابات. ايه اللي حصل؟ دخل انتخابات وزول الانتخابات وعدل الدستور. كذاب كذابين لانه ما فيش قوه. لما بتيجي قوه كنت زي واقف قدام المرشد عامل كده. فاكر انت الصور بتاعت ممدوح شاهين والناس دي؟ شفت السيسي واقف قدام الرئيس مرسي عامل ازاي؟ كده. لان في قوه. قوه الديمقراطيه، قوه الشعب. احنا بنهزر. بنهزر لما نوجه نداءات ومش عارف ايه مش هيفرق عن حاجه. لن يحرر هذا الشعب شيء، لن يمنح هذا الشعب شيء من حريته بقرار من عبد الفتاح السيسي. هيديها لك الصبح يطلعها لك بكره. رجعها. انما تحصل على حريتك بارادتك بقوتك. الكلام ده ما يخصش الاخوان ولا يخص الثوره، يخص الشعب. اللي عاوز يعمل كده مش عايز يعمل كده ما يعملش. انت حر. ما اقولكش اعمل ولا ما تعملش، انت حر. قرر مصيرك بنفسك. انما ما تقعدش ست سنين لسانك الاخوان الاخوان الاخوان
غلطان، وبعدين انت بتاكل زي بتاكل بالجزمه ليل نهار، صح ولا غلطان؟ يرفع عليك الاسعار ولا تتكلم، كل شويه واحد نزل لي صفحه والرئيس مرسي والخونه كلام فارغ، ده ما تسليش بنفسك، سيبك منه لانه كلام فارغ. انت مطحون، انت مسحوق، انت تداس. حتى اللي بيطلعوا يدافعوا عن عبد الفتاح السيسي زي شفت امبارح مرتضى، وطبعا كالعاده محمد ناصر معتز وزوبع، محمد الثلاثيه المقدسه بتاعته قاعد عاوز يقول اي حاجه، عاوز يقول اي حاجه، وكانه في انجاز في مصر. يقول احنا عملنا بطوله كره القدم الافريقيه، يا اخي ده مصر كانت بتعملها سنه في الخمسينات، دي اخي ده بطوله، ده استاد القاهره اللي بتلعب عليه البطوله ده اتعمل سنه 60، يعني بقى لنا كام سنه؟ 59 سنه مفيش استاد ضخم زيه. انت بتهزر؟ انت فاهم ان انتوا العسكر دول عملوا مصر من جديد هم 7000 سنه؟ كلام فارغ، وهم لا يؤمنون الا بالقوه، وساعات بيؤمنوا بالوقاحه وقله الادب. هوريك جزء من قله الادب عشان تعرف الفرق ما بين بلد فيها ديمقراطيه زي تركيا تحب تكره، تحب اردوغان تكرهه وتحب اغلو تكرهه وتحب في بلد فيها كلام، فيها دستور يحترم، يطلع اردوغان يطلع اكرم اغلو يطلع كاليجدار، انا مالي انا؟ الشعب هو اللي بيختار، انا واللي امثالي يعلق بس، يستمتع بس، يقول سبحان الله بس. اطلع يا عم عبد الفتاح. معرفش انت هتبقى جاهز ترد على الرساله دي ولا لا. صندوق العشوائيات عندك بيجمع كام او في كام فلوس؟ هو سيادتك بنتهي عندك انت؟ اتفضل. لا معلش. تعرف؟ ما تعرفش. طب هسالك سؤال تاني. السؤال مش هدف انه اي حاجه والله. دخل المحافظه كام؟ المحافظه يا فندم؟ اه. دخلها كام؟ سيادتك يعني صدق وتأمن بالله؟ لا انا عارف دخل مصر كام؟ بالحته يا فندم احنا مش عايزين الله ده شغل، ده شغل. هذا الضابط اللي اسمه عبد الفتاح السيسي لو وجد من يقول له قف مكانك، ماذا فعلت في سيناء؟ ماذا فعلت في عشرات بل مئات والاف المناقصات اللي اتعملت دون علم وزاره الماليه؟ ماذا فعلت في اولادنا، في بلادنا، في مستقبلنا، في اراضينا، في حاضرنا، في تعليمنا، في صحتنا؟ ماذا لو وجد من يصرخ في وجه والله لا يفرك الفأر مذعورا؟ دي القوه اللي بيتكلم عليها عز الدين فيشه، قوه اللي احنا مش مدركين ان احنا عندنا قوه شعب. واحد بيبيع الارض والعرض وبيطلع يقول لك ايه والناس سقفله، يقول لك انتوا ما شفتوش ناس لها شرف قبل كده ولا لا؟ يا اخي ده انت خاين، بايع الارض رسمي ويقف يقول لهم انت تقول مثلا، هو المفروض يقول انتوا ما شفتوش ناس خونه زيي قبل كده ولا لا؟ ده صح، لكن لانه عسكري، عسكري فاسد، مش عسكري بيقاتل على الحدود. عسكري عمره ما مسك بندقيه، انا اتحداك ان عبد الفتاح السيسي مسك بندقيه، اتحداك. ما عرفش حاجه، ده راجل كان بيشيل شنط للعمداء والقاده قبل كده، ده راجل مرسال زي ما بيقولوا، ده راجل في لحظه جابوا له شويه من الامارات عشان يبيع ويخون رئيسه. ليه؟ لان الرئيس فكر يشيله فلازم انا اشيله الاول. ايه ده؟ هي دي العسكريه اللي بتاعتنا، العسكريه السيئه، مش عسكريه الجهاد والنضال والعقول العسكريه الجميله اللي فكرت في الاوارب واللي شالت سد اكبر مانع ترابي خط برليف، لا، ولا العقول اللي تبتكر سلاح نوعي جديد ولا ابدا، دول مش هيعملوا حاجه، دول عسكر وقحين سيئين ما شافوش نعمه، اول ما شاف النعمه لبس البنطلون الترنج كواه، ما تزعلش مني يعني، ده راجل ما يعني كان بيحلم مره انه يلبس ماركه من الماركات. الناس دي صعب، خطر على البشريه، والله العظيم النفايات النوويه اكتر رحمه من النفايات العسكريه دي. شوف واقف يتكلم زي وايه ومسك الميكروفون ومطمن، لا مظاهرات هتطلع ولا اعلام هيتكلم ولا حاجه، وهو بايع الارض والعرض وقابض الثمن، يقول لك انتوا امنتوني على البلد ده وحسب على ذلك امام الله، انتوا ما شفتوش شرف قبل كده ولا ايه؟ ايه ده؟ فين الشرف؟ فين الامانه؟ وفين القوه اللي تردعه؟ لو ما فيش قوه ما فيش ردع. هنقعد نتكلم كده عشرات السنين، والقوه هنا القوه السياسيه المانعه، نخبه سياسيه رائعه وشعب يثور في الوقت المناسب، غير كده سلم لي على ذاتك.